إسرائيل على وشك الانتهاء، فهذا التصرف الأخير لهذه الفاجعة اللي لمت بجبهة المقاومة فجعلتها على شفا جرف انهار أكثر. الإمام الخامنئي السيد القائد الله يحفظه ويطول في عمره في هذا البيان اللي صدر قال بأنه ضيفنا الكريم وفي بيتنا، فإسرائيل لابد أن تنتظر ردا قاسيا جدا، ونحن نقول هذه التصرفات واغتيال المجاهدين في جبهة المقاومة لا يؤثر، بل يؤثر إيجابيا على الشباب في جبهة المقاومة، ونحن نقول لشهدائنا نحن إن شاء الله نواصل طريقكم وعلى هذا الدرب، ونحن لا نخاف، نحن بين الحسنيين، إما نفوز وإما نستشهد.